وقع قطاع التدريب وزارة الدولة للإنتاج الحربي بروتوكول تعاون مع معهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لجامعة بني سويف بهدف دعم وتطوير الكوادر الشابة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وريادة الأعمال وفقا لرؤية مصر 2030. يأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار إبان الجانبين بأهمية الدور الحيوي لتنمية وتدريب وتطوير الشباب والاهتمام بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المرحلة الحالية والمستقبلية.